Bonjour, on va essayer aujourd'hui de vous parler du Covid. À mon avis, il faut penser au Covid, au premier signe. معناتها حريق في الجريجم، تسكيرة في الخشم، وجيعة في المفاصل. Ils sont déjà les premiers signes. Il ne faut pas banaliser. معناتها مش نقولوا راهي جريب سامبل وي هو ديجا لو كوفيد بحد ذاته يجم يكون جريب سامبل دونك او بروميي سين وجيعة في المفاصل حريق في الجريجم تسكيرة في الخشم شوية فشلة تعب من غير ما نستنى وتولي فما معش فماش حاسة الشم والذوق كحة شيحة قلق في النفس مشاكل ما اكبر معناتها ديجا لي برومي سين يلزو العبد رابيدمون ا دابور سيزولي اول حاجه هذيك على خاطر عندنا في العائله البو والام الجده العبد اللي ماهوش كبير وعنده امراض مزمنه لازمنا نحميوه معناتها يمرض واحد في العائله خير من تمرض العائله كامله دو توت فاسون حتى بور لا جيستيون دونك اول حاجه سيزولي ثاني حاجه يفو الي كونسولتي على خاطر تنجم تكون عندك معناتها ان تيغان الامراض باغ اكزومبل الامراض تخثر الدم ولا امراض اخرى وانت ما تبداش فايق بيها واللي لازمها ادويات بور لا بريفنير في حاله الكوفيد راهو ماهوش فورسيمون الطبيب باش يطلب لك تيست فما دي سيني تالمون ايفيدون اللي مولينا ما عادش حاجتنا بالتيست كي نشوفوهم معناتها وانما نجزمو اللي هو اللي هي كورونا وناخذ الاحتياطات اللازمه الادويات اللازمه والاحتياطات اللازمه عيشكم دابور سيزولي دوزيامون نو با افوار بور دو كونسولتي بور حاجات صغيرة ماهيش ايفيدونت كي في بونسي للحساسية والا كي في بونسي ميغرين معناتها كل شيء يجم يكون كوفيد الوغ يفو ميو معناتها نتلهاو بالحكاية سيريوزمون من الاول سان ستريسي بيان ايفيدامون ها وما ننساوش اللي ديما 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 حطان الماسك تهوئة كيما هكا شوفيك لازم ديما مهوي وخاصنا اللي يدين يفضلكم وان شاء الله لاباس للناس الكل.